معلش معانا مداخلة. تمام، مساء الخير أستاذ حمدي هيكل. مساء الخير عليك يا أستاذ حمدي حبيبي. فناننا الجميل العبقري اللي أنا بحبه قوي 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 قوي. ربنا يخليك. منور يا حمدي والله العظيم. كل سنة وأنت طيب يا حمدي يا رفيق الرحلة. آه والله. حبيبي حبيبي يا أستاذ. مشوار مشوار أستاذ حمدي. الحمد لله. معانا في الاستوديو أستاذ مجدي شكري وأستاذ صلاح خليفة. وحضرتك طبعا قامه وقيمه كبيره جدا استاذ حمدي هيكل. طبعاً. وليك بصمات في معظم الاعمال اللي انا بحبها. ولو حتى ادوار مش كبيره بس ليك بصمه. يعني استاذ عايده رياض قالت مش شرط الفيلم من الجلده للجلده. أوه. ممكن مشهدين ثلاثه بس. أوه. هما ليهم بصمه. بالظبط كده بالظبط كده. اولا تحياتي لضيوفك الكرام استاذ مجدي شكري طبعا عشره ورحله وشغل مع بعض كتير. يشرفني ويسعدني ان انا الشرف اكون في المداخله دي. تمام ويا رب اوفق يعني. يا رب. ومعانا الفنان صلاح خليفه برضو حبيبي حمدي. موجود معانا. اهلا يا استاذ. يا اهلا بيك حبيبي. ازيك يا استاذ صلاح؟ الله يكرمك. الله منوريني يا اساتذه. حضرتك احنا بنتكلم على نجوم تتلألأ في سماء الفن، نجوم الظل، دي عنوان الحلقه. حضراتكم طبعا على دماغنا من فوق، وبيبقى من غيركم العمل لا ما يلمعش. بس في الفتره الاخيره، وده للاسف، وانا بقولها للاسف، وده الملف اللي انا مسؤول عنه الفترة الأخيرة، يعني اللي في الظل في الظل، بس بقى في الظل قوي، مش شايفه بيطلع ليه؟ هي مقاييسها طبعا مختلفة، مربكة شوية ومختلفة طبعا كتير. يعني من 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 10 سنين مثلا أو بعد كده بشوية كان في إنتاج، وإنتاج غزير جدا وبيكفي كل السنين الموجودين على الساحة، وكل واحد كان بيبقى واخد منطقته وشغال فيها. حاليا المسألة شوية بقى فيها التقليص للأعمال الفنية اللي موجودة، فما بقتش هي الكم الإنتاج اللي معروض أقل بكتير من المفروض أنه يكون فيه أو يكون عليه يعني. وبالتالي في ناس كتير جدا بالغصب عنها طبعا، يعني مش نتيجة اي حاجة غير ان تقليص العمل الانتاج الفني. أي. بس ده السبب في وجود ناس كتير قوي، نجوم كتير قوي، ممثلين شاطرين جدا وكفاءات عالية جدا مش موجودة او في الظل زي ما حضرتك بتقول. اي بالظبط. طيب ده ما يمنعش ان احنا بدل ما يبقى فيه نجم بيعمل 5 6 اعمال، لا طب ما يعمل عمل او عملين والباقي اللي قاعد يطلع. يعني ده اللي حضرتك بتقوله. احنا النهارده ما يكون عندي في الدراما عندي 31 مسلسل على راسهم الاختيار اللي معانا استاذ مجدي شكري طالع بكره مشهد هنتكلم عليه بكره الجمعه. تمام. بس بنتكلم في ايه؟ 31 مسلسل، أما ألاقي فيه نجوم متكررين في كذا مسلسل، وألاقي قالها لي ناقد فني الأسبوع اللي فات ونبهني ليها ورجعت لقيت الكلام طبعا مظبوط، قال لك اسم حمزة طالع في 6 مسلسلات. فأنا قلت إيه يعني ساعات كده زي يعني بتبقى موضة يعني. لا فهو كان ليها غرض معين إن ممكن يبقى في حد كاتب هو ال6 مسلسلات، وأنا عندي كتاب وعندي مخرجين وعندي 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 والناس قاعدين. نكلم مين من شعب مصر؟ سؤال على الهوى يا باشا عيش. سؤال هقول لك سؤال مزنق 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 حلو. انا هاخدها مزنق ده مزنق قوي يعني. الى جانب ان هو مزنق السؤال. أيوة طبعًا. نفسه مزنق وبيسبب حرج، الا انه برضه في بلاغه في السؤال. نكلم مين؟ يعني هو كل مكان، ده القاعده الاقتصاديه المعروفه، كل مكان سوق السلعه اي سلعه في متنافسين
فكل كل واحد منهم من المتنافسين دول هيحاول بقدر الامكان ان هو يقدم اجمل واحسن واروع ما عنده. اكيد. وبالتالي مش عايز اخوض في منطقه حساسه شائكه ومنطقه طبعا. شائكه هو لو اتفتح المجال للمنتجين التقال اللي موجودين في البلد ان هم ينتجوا ده طبعا اكيد هيشغل ناس كتير جدا. الكفاءات اللي موجوده اللي قاعده في البيت هيبقى في مساحه اعمال كتير جدا موجوده وليها تقلها وليها وزنها لان كل واحد منهم بيحاول ان هو يقدم اروع ما عنده. هذا لا يمنع ان في اعمال كتير من المطروحه في الميديا دلوقتي او على الشاشات دلوقتي في منها جزء معتبر له تقله وله وزنه الفني اللي بيلاقي صدعا بالجمهور. ولكن لو زادت او رجعت الحكايه زي ما كانت ان في متنافسين اكثر من 10 15 20 منتج بينتجوا هيبقى في هذا التنوع وهتلاقي كل الدنيا شغاله وهتلاقي كل الاعمال اللي موجوده معظمها بيصل نسبه كفاءته كمنتج لان برضو احنا بالفن سلعه وسلعه راقيه جدا من السلع اللي هي بتشيك العقل يعني او بتشيك نفسيه البني ادم او المتلقي او الجمهور بتخليه شيك يعني بمعنى اصح. فطبعا لو ده بقى موجود مش يعني مش هنلاقي ناس قاعده في البيت وناس شغاله انا الكلام ده هيبقى المنافسه يعني مجال المنافسه. شاكر لحضرتك على الاجابه بتاعت السؤال المزنق وان شاء الله ان شاء الله هتيجي تقعد قدامي وهتلاقي كل الاسئله مزنقه يعني الله يكون في عون الاثنين اللي قدامي دول. هو يعني انا للاسف انا مش كلوم قوي ما بعرفش اتكلم كتير ولكن ما قل ودل هي المساله بس يا باشا استاذ حمدي انت مش هتيجي تتكلم انت هتيجي تفضفض وبنطفي النور وبنعمل ديكور جميل وفي موسيقى هاديه وبتشرب حاجه اصفاره بره تلاقيك قلت كل حاجه. شكرا وكل سنه وحضرتك طيب استاذنا. شكرا ربنا يخليك يا استاذ. كل سنه وكل حمدي كل سنه طيب يا حبيبي. حد جميل جدا استاذ حمدي وانا من معجبين بيه.